الناس اللي بتتخور هتتعور وساعات يكون الثمن غالي لكن العلم الحديث بيوفر الى حد ما فرص لاولئك الذين يصابون اصابات كبيره البي ار بي هذا العالم المثير مع ضيفي العزيز الحقيقه اليوم لقاء مهم جدا مع قمه علميه كبيره واسم كبير وانا بعتقد ان هذه واحده من لقاءات القرن ال21 يعني ايه لقاءات القرن ال21 يعني العلم الحديث جدا في عالم العنايه بالعمود الفقري وبالعضلات ضيف العزيز الاسم الكبير الاستاذ دكتور ايمن عالم في قوانين في الجسم ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها الم في ظهري ده انزلاق غضروف انزلاق ظروفي يعني أعمل اللي هو مش محترف يتجنب المخاطره العاليه لأنه هدفع ثمنها غالي 15 سنه باخد علاج مش بتاعي دمروني بجد ازاي احنا نكسر القانون ده ونوصلك لمرحله البناء والتصليح البي ار بي هذا العالم المثير لا في اولويات وانا ما بفكر العين بفكر في الاولويات دي اني في شهر هخف وهرجع لطبيعتي عمري ما كنت اتخيل كده الاستاذ الدكتور ايمن عنب استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري بكليه طب جامعه القاهره حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا زميل الجمعية العالمية لجراحات مناظير العمود الفقري فرنسا ضيف العزيز الاسم الكبير أستاذ دكتور ايمن اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك دكتور, دكتور وحشني والله وانت كمان الله. الحقيقه النهارده عنواننا البي ار بي يصلح ما لا يمكن اصلاحه صح كده صح وانا دايما انا بقى بقول الاسم الثاني للحلقه النهارده حلقه القرن ال21 العلاج للقرن القادم القرن الحالي والمستقبل لكن عايز ابدا الاول ايه رايك في اللي احنا شفناه دلوقتي اه طبعا الانسان بنيته ضعيفه زي ما حضرتك كنت قلت قبل كده في حلقات قبل كده احنا ما عندناش حاجه تحمينا من بره احنا شويه لحم عضلات سهل الكسر مفاصل كتيره قوي بتتحرك سهل تتمزق فاي اصابه بتنتج عنها كارثه المحترفين وغيرهم يعني برضو من أسوأ رياضات الزحلقه على الثلج السكينج ده ده ليه مشاكل وكسر عمود فقري و... هقول للاسف اللي بيتكسر او بيبوظ في العمود الفقري او في الجهاز العصبي ما بيرجعش تاني <applause> لغايه دلوقتي <applause> يمكن قدام الدنيا تختلف انما كل واحد يتجنب المشاكل هم محترفين فده وظيفته الرئيسيه فقدامها عواقب وساعات بتحصل وساعات لا في نسبه مخاطره عاليه يعني فمش كل الناس كده انما اللي هو مش محترف يتجنب المخاطره العاليه لان هيدفع ثمنها غالي اللي بيلعبوا بالبتاعات الكور الكبيره دي ساعات التهور بيسي يعني بيخليك تقعد عمرك تتعالج بمشكله انت كنت في غنى عنها بسبب رياضه بسبب يزار مع واحد انا جالي مره عيان بيقول لي انا سواق تاكسي بهدلني ضرب فرملة فجاه وما خبطش في حاجه بس طلع قدام فجاه رقبته اتمزقت وعايش بقاله سنه بيتعالج بيها بس عشان فرمله تاكسي يعني فانت عندك مشكله ان سهل تتصاب فخلي بالك ده هيجوريني للسؤال الاول الالتهاب كلمه رخمه وصعبه م. بس انا اول مره النهارده واحنا بنجهز الحلقه اعرف ان في انواع التهابيه وانواع الم في العضلات والفقرات والمفاصل في انواع للالتهاب والألم ما هو الالام بتصاحب الالتهابات دايما انما احنا في عندنا نوعين من الالتهاب في التهاب ممكن يشفيك وفي التهاب ممكن يموتك يعني انت دلوقتي عندك العربيه لما بتيجي تدورها لو البطاريه كويسه مره واحده بتدور المطور بيشتغل بتمشي صح م -م. لو البطاريه ما بتديش الفولت المناسب تقعد تدور كذا مره لما تستهلك طاقه البطاريه الالتهاب المزمن ده التهاب بيدي مقدار معين من الالتهاب الجسم مش قادر يصلح معاه المشكله مم. فبيقعد يستنفذ طاقه الجسم لفتره طويله فبيدخل العيان في مشاكل تانية فده التهاب ممكن يموتك مم. آه الالتهاب الحاد ده التهاب بيوصلك لمستوى التصليح المناسب اللي بتخف معاه مم. فعشان كده المرضى المزمنين بيقول لك انا بقالي عشر سنين بلف على الدكاتره وما قصرتش هو معاه حق بس هو الجسم ما تصلحش ما تصلحش ليه عشان ما وصلش للمستوى المعين ان نبدا مع التصليح طبعا حضرتك عارف الاكشن بوتنشال واول اور نان لو في قوانين في الجسم احنا ملزمين بيها ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها القوانين دي اذا وصل التهاب لمستوى الحد تبدا الخلايا تخش تبدا عمليه البناء تحصل لو ما حصلتش هتعيش بيه طول عمرك ودي حقيقه ثابته الخشونه والام العضلات اذا طولت عن كذا شهر 3 ل 6 شهور يبقى انت معرض تعيش بيها طول عمرك. مهم. ازاي احنا نكسر القانون ده ونحاول نمشي عكس الطبيعه ونوصلك لمرحله البناء والتصليح بحقن الصفائح الدمويه البلازما اللي هي اسمها البي ار بي. هنتكلم عنها بالتفصيل. هل أه بقى هل أه الحكايه دي يعني بتجيب نتائج ولا لا؟ هل أه في ناس كتير بتستعملها ولا لا؟ احنا عندنا قانون كوني ان الحاجه المفيده بتفضل والحاجه اللي مش مفيده بتختفي، صح؟ يعني انت اكيد سمعت عن كذا صيحه في الطب طلعت واختفت او كملت وكبرت وانتشرت. لان يعني في ايه هنبدا بيها بس فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فدي قانون كوني موجود. في خلال السنتين اللي فاتوا انا سبحان الله لقيت كميه ناس بتشتغل بالبي ار بي دكاتره وجامعات دخلته ومستشفيات تبع مراكز كبيره منها الجيش دخلته. وبدات تحقن بيه وبدات النتائج تبقى هايله بيجي لي ناس من الاقاليم والمحافظات في مصر مختلفه بيقولوا احنا حقنا وتحسنا او كذا دكتور بدا يحقن الانتشار زاد ده دليل على النجاح الحمد لله واحنا عندنا كميه عينين كتير جدا محتاجين تصليح مش تسكين الاثار الجانبيه للمسكنات عنيفه ما عندناش بدائل للاسف فهو اصلاح ما لا يمكن اصلاحه بدونه دي حقيقه ما تغيير. في ميجا ستارز وناس راس مالهم في جسمهم اتعالجوا بالبي ار بي، جاريس بيل نادال النجوم الرياضيين يعني جاريس بيل ده نموذج للعلاج بالبي في ار بي، في اصاباته كانت ممكن تطول فترات طويله جدا أطبع. واثرها بالبي ار بي. صحيح زي ما حضرتك بتقول برضه الاصابه في اولها الجسم بيبقى لسه مستعد انه يتصلح. الاصابه بعد فتره طويله بتبقى مزمنه بتتكون كذا بؤره الم ما بتبقاش واحده بس ودي برضو فكره العيان بالعمليه اللي عنده غضروف اللي بقاله خمس سنين عنده غضروف زي اللي بقاله ست شهور لا طبعا اللي بقاله ست شهور ده هيشيله غضروف هيخف اللي بقاله خمس سنين ده هيشيله غضروف هيخف 30% مين اشهر اماكن الالم؟ اشهر اماكن الالم هي هي اماكن المفصلات هي مناطق الحركه ايه اشهر مناطق الحركه عندنا الرقبه زي دي كده ده مفصل الفك طبعا من على الشمال وده من اسوا مناطق الصداع عند المرضى وبفتكر دايما ان عنده العصب الخامس ويطلع مفصل الفك الرقبه مشكلتها كمان انها بتعمل دوخه وبتعمل احساس الترجيع والصداع المستمر دي منطقة مفصلة انت دايما قاعد على الموبايل برقابتك قاعد موطي وانت بتكتب على المكتب فدي منطقة مهمة جدا في الحركة. مه. نص الظهر واخر الظهر. لأن دي الثلاث مناطق اللي فيهم حركة. طبعا الرقبة واخر الظهر هما نمرة واحد. لأن نص الظهر ده فيه فقرات صدرية فإلى حد ما محجمة الحركة شوية، فما بتتصابش كتير قوي. إنما آخر الظهر دي هي اللي بتنقل وزنك على رجلك. مه. فدي دايما مفاصل الحوض اللي بتلخبط مع الديسك وألام أسفل الظهر اللي بيلعن بيقوم من النوم ظهره مش عارف يتحرك منه وساعات ممكن يقعد يومين تلاتة في السرير مش عارف يتحرك بسبب نوبات الألم اللي بتروح وبتيجي مع الشتاء مع تغيير المواسم مع الشغل التقيل فكل دي أماكن كتيرة جدا طبعا الكتف من كل ما بتشيل حاجة بإيدك تقيلة كتفك بيتمزق عضلات كتفك من ورا تفتكرها إنها فقرات آه دي برضو من اشهر الاماكن بالذات في السيدات مناطق التندو اكيلس اللي هي بيسموها وطر العرقوب وتر الرجل وطر آه. فدي وتر العضله ماسك هنا بيلبسوا كعب عالي كعب عالي بالظبط هو ممكن <applause> كعب ده <دي> يعمل مشاكل <applause> جامده <applause> مفصل الصباع الصام اللي هو الابهام ده من اكتر اماكن الالم وطبعا عضله السمانه اللي هي آه هي طبعا اللي بتمشيك فدي عليها لود عالي جدا <applause> فدي من اشهر اماكن الالم دول طيب هنا في سؤال مهم جدا هو سؤال واعتقاد في نفس الوقت المريض العربي والعالمي طالما الالم طول عنده وزاد لفترات طويله بقاله سنين يعني هو نفسه بيبقى معتقد وبيجيلك بالجمله دي انا بقالي سنين متالم ومتعايش مع الالم ده وبقى جزء من حياتي وعندي احساس جوه ان هو عمره ما هيروح م. هل الكلام ده علميا صح ولا لا؟ كانت لسه عندي مريضه ست جميله سيده فاضله فوق الستين بيجي لها الام في ظهرها جامد جدا بقعدها عشرة 10 ايام في البيت ما تحركش. قالت لي انا ما عنديش للاسف رفاهيه العجز انا ما اقدرش اقعد في السرير عندي واجبات كتير بقوم بيها وانا كنت معتقد ان هيجي لي يوم في الايام ان ظهرها هيخف. ازاي انا مش عارفه. الست دي الحمد لله خفت خفت تماما شفت 100% وكل ما اشوفها بتقعد تدعي لي ست جميله جدا هي تعتمد على اراده المريض المريض اللي عنده اراده بيدور على حل وهيوصل له ويمكن احنا لو اتكلمنا على انواع المرضى في مريض طبعا عنده طاقه سلبيه كتير وده دايما ماشي محبط وعنده دايما تراكمات نفسيه فدايما بيقول ان عمري ما هخف وهعيش كده وفي مريض دايما عنده طاقة إيجابية بيدور على علاج مختلف ودايما هيلاقي حل وبيتعاون ده مريض هايل أنا هقف عند حتة مهمة جدا والحقيقة أنت ليك يعني زي ما بيقولوا الفضل الكبير في توضيح هذا الأمر بالنسبة للمجتمع الطبي لأنه الحكاية دي كانت عاملة مشكلة كبيرة الأشعة أيام بيروح الإنسان بيروح يعمل أشعة تبقى للأشعة أنت محتاج واو عمليه انت مم. كارثه انت ازاي ماشي على رجليك؟ الاشعه بتوريك صح انا بشوف ناس صحابي كده جايبين اشعات تيجي تشوف الاشعه مخيفه والراجل ماشي وبيلعب آه بيتحرك عادي ما مشكله, مشكلة خالص فهنا نقف شويه قدام الحكايه دي مم. هل نحن في المجتمع الطبي نعالج اشعه ام نعالج اعراض وكيف نميز بين الاثنين؟ الحته دي قضيه مهمه جدا اه جدا آه. لا احنا طبعا احنا بنعالج مريض بالاعراض مم. انا يعني ساعات بيجي لي عيانين كتير و... بنقعد اول حاجه بقول له شكوتك ايه اشوف الاشعات ابدا اتخض واقول له غالبا دي عمليه اكشف عليه اقول له لا انسى اللي انا قلته خالص انت مالكش عمليه واحد يقول لك عمليه تسيبه وتمشي على طول ليه بقى لان احنا الاشعه انها ديسك او غضروف او مش غضروف الغضروف ده مش مؤذي من السرطان يعني يعني اخره بيبقى جنب العصب لو العصب متضايق من منه هيعمل اعراض لو مش متضايق هيسيبه زي ما هو كان لسه عندي مريضه من يومين نفس الموضوع شفت اشعات عندها زعزعه فقرات انزلاق غضروفي بسالها شكوتها ايه بتقول لي الم في الظهر الصبح بتمشي حضرتك بمشي ثلاث ساعات حضرتك مالكيش عمليه وعمرك ما هتعمل عمليه وهي فوق ال60 سنه ألمها حتة التاني وفي واحد بيبقى عنده الاتنين فانت بتوزنها هو هيخف بالعملية كام في المية لو هيخف بنسبة كبيرة سبعين تمانين هنعمله لو هيخف 20-30 مش هنعمل له طب ما نعالج ال 70 80 الاول وبعدين نسيب له ال 20 30 يعيش بيهم فطبعا الاشعات هي مشكله ان زي ما حضرتك بتقول التطور دلوقتي خلى المريض دايما عايز يكون شوف كل الدليل اديني دليل وده مريض الدليل بيخش من الاول انا عندي ايه قول لي الدليل وهخف ازاي او هخف ولا لا وقول لي فحوصات اعملها اعرف ان هخف ولا لا واذا خفيت اديني دليل ان انا خفيت ده مريض الدليل يعني ماشي بالدليل على طول عندي قضيه تانية مهمه اتفضل قضيه خطيره يعني وبرضه انت ليك الفضل في انك اثرتها كان يعتقد وما زال يعتقد في اوساط كثيره جدا انه اي الم في الظهر ده انزلاق غضروفي خلاص الم في ظهري ده انزلاق غضروفي وانزلاق غضروفي يعني عمليه والله هو ثلاث حاجات ورا بعض يعني هو, يعني هو آه. ايه اي الم في ظهري انزلاق غضروفي واي انزلاق غضروفي اذا عمليه هذا معتقد رهيب جدا صحيح هسمعك سؤال م. على لسان يعني مخرجنا الجميل هاني يعني استاذ هاني عفيفي هي يعني هيسالك سؤال مهم قوي نشوف هاني عايز يقول بسبب نمط حياتنا في السنوات الاخيره اننا بنقعد فتره طويله على التابلت لوين رقبتنا او على اللابتوب حنيين ظهرنا بالكامل والعادات الغلط في المذاكره على السرير وشيل شنطه المدرسه الثقيله واحنا صغيرين ومع قله الرياضه وعدم الاعتماد على المشي انتشرت أوجاع الظهر بشكل غير مسبوق وانتشر معاها مفهوم الانزلاق الغضروفي المريض بيحس بألام متوسطة أو شديدة بتنتشر في أسفل الظهر وفي الساق وفي القدم وبيحس بالخدر والتنميل وضعف العضلات وصعوبة في القيام بالحركة زي الوقوف أو المشي الأعراض دي كلها ممكن تكون شائعة وبسبب الإرهاق النفسي أو البدني اللي بتفرضه علينا حياة المدنية إزاي بقى نعرف إن ده انزلاق غضروفي ولازم نتوجه للدكتور فوراً وايه هو علاج الانزلاق الغضروفي لانه في ناس كتير بتفتي وده ممكن يخلي الحاله اسوا صح معاك حق هذا السؤال مهم طيب نبدا الاول الغضروف بيعمل الام في الساق وليس في الظهر فاي الام في الظهر ده مش غضروف اتفقنا ده خشونه ممكن يبقى معاه خشونه انما الام الظهر بس ده خشونه حتى لو في غضروف في الاشعه على فكره ملكش عمليه م. اللي بعده الام الساق، الام الساق اللي هي الام عرق الناس لازم اما نرفع رجله ما يقدرش يرفعها اكتر من 20 30 درجة، لازم يمشي يقعد في الطريق من المشي آه بعد خمس لعشر 10 دقايق لا معاه تنميل ويكون الغضروف في الأشعة مقنع، لا يعني لازم كذا حاجة مع بعض. ساعات ناس بتجيلي أشعتها نورمال وتبص على رجله تلاقيه برضه نفس الأعراض، آه مش عارف يمشي آه رجله بتوجعه، دي عضلات بقى. فهو لازم يبقوا متركبين مع بعض. طبعا المريض مش هيقدر يوصل لوحده للتشخيص بس اي حد هيقول لك عمليه لازم تاخد راي اتنين تلاتة كمان ما ينفعش تخش على طول على العمليات الحق نفسك البول هيسبقك العين طبعا بيسمع البول هيسبقك ده بينهار لا هو ما فيش ظروف بيعمل كده الا واحد في المية من الحالات لما يكون جاي اصلا على الكرسي بعجل فما فيش القصه دي معظم الناس بتخف يعني انا عندي ناس في الاستشاره خلاص بيكون اختفى الغضروف او هو اتحسن والراجل بقى كويس وبقول له خلاص قفلنا قصه العمليه فيعني <applause> معظم الناس بتخف الغضروف ده مش مرعب واللي هيبقى عنده بس الاعراض دي لوحدها اللي هي الام عرق النساء لو وصلنا العمليه هيخفوا بسرعه قوي ودي برضو المرضى اللي بنختارها يعني لو عملت 10 عينين مثلا عمليات هلاقي ثلاثة منهم خفوا كويس جدا وما سمعتش اخبارهم تاني وفك خ... الغرز في البيت حتى. <applause> وهلاقي السبعة التانيين خمسة منهم هيجوا يقولوا لي ظهرنا وجعنا لسه ما خفيناش قوي. اعالجهم بقى سواء بالبي ار بي او بعلاج تاني يتحسنوا برده ويوصلوا كويس هيتبقى اتنين بقى قاعدين كده دايما ما بيتحسنوش. فالعمليه نتائجها مش زي الناس فاكره ان انا هخرج سليم اخرج ارجع لشغلي بسرعه لا في حالات وحالات. اختيار المريض ده مهم جدا. الافراط في في على طول عمليات معظم النتائج بتبقى وحشه. انت بتبوظ حياته مدى الحياه. يعني واحد انت دخلته فألام زياده وفضل طول عمره يتعالج بيها ما كانش محتاجها او دخلته في تشخيص غلط وسبت التشخيص الرئيسي زي اللي عندهم تلاف عضلي بيجي لي ناس كتير قوي عندها تلاف عضلي عامله عمليه فايبروميالجيا <applause> اه وغضروف صغير جدا وعمل عمليه برضه المشكله برضه للاسف في اطباء الاشعه بيكتب انزلاق غضروفي 3 و 4 4 5 و 5 وكلهم نتوءات لا تزيد عن 1 مللي ما يسماش غضروف تشوف بقى الأشعة اللي مثلا تقرير جاي من بره حد عايش في أمريكا ولا حاجة يكتب لك جنبها نان سيغنيفيكنس ملوش أي دليل دلالة اكلينيكية نان سيغنيفيكنس يعني باللغة البسيطة بتاعتنا مش مهم مش مهم حاجة لا تذكر اه هو ما يقدرش ينكره لا تذكر وما يقدرش يخضك بيه آه. اه انما هو يقول لك في غضروف انما مش مهم آه. آه بس يعني آه آه فلازم العيان يبقى عارف ايه المهم وايه اللي مش مهم طبعا احنا يعني فقدنا الاولويات ما عندناش فقه الاولويات في لا في حياتنا ولا في تفكيرنا ولا في شغلنا يعني غضروف صغير زي غضروف كبير ما بتعرفش تمشي زي بتعرف تمشي لا في اولويات وانا ما بفكر العين بفكر له في الاولويات دي ايه اللي هيفيدك انا هطلعك من عمليه كويس ولا ملوش لازمه اقدر اجنبك قد ايه عمليه كام في الميه بطرق مختلفه امنه البي ار بي يمكن احسنهم او هو الوحيد تقريبا يعني الحمد لله انا معالج ناس كتيرة جدا هنشوف اشاعتها يمكن آه منهم كانوا يعني لاعيبه كوره وناس كتيره رجعوا يشتغلوا تاني ويلعبوا وكانوا بعد العمليه ما كانش عارف يلعب على فكره وده كان عنده ظروف ومحتاج جراحه وناس تانيه كانت بتمشي خطوتين بتقعد في الطريق الحمد لله اتحسنت مع ان انا جراح يعني انا افضل دايما الجراحه اسهل لي بدل ما اخد مشوار كذا شهر مع المريض في العلاج انما انا بفضل مصلحه المريض دايما نمبر 1 اذا كان يحتاج الى ذاك طبعا هنعمله اذا كان يحتاج هاي. في حالات هتحتاج جراحه بلا شك لازم نعملها بالظبط هو ده عملها. ده العين اللي بيزعل بقى ان آه. هو بيجي مش عايز يعمل عمليه وبيفاجئ ان ملوش <applause> مخرج الا العمليه يعني لانه أوه. دخل بقى في سقوط مشط الرجل دخل في ضعف العضلات منظر الاشعه دي عنيف جدا بقى له فتره رجله بدات تخس طب خلاص بقى يعني احنا نلحق ما يمكن انقاذه يعني البي ار بي البي ار بي هل البي ار بي ترى انه وصل للثقافه المصريه كما ينبغي الان كما هو في الثقافه اه احسن بكثير من ما بدانا احسن بكثير <applause> الحمد لله احكي لي بقى انا عايز احكي اسمع قصص المرضى يعني واحنا بنمشي كده انت شوقتني قلت لعيبه كوره اه اوه دي ده, ده مهم قوي يعني لعيب كوره يعني انت ما بترجعش واحد يمشي او راح واحد بقى يا ده 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 اللي اه ده 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 واحد يؤدي يعني أدأ اداء عضلي قوي دي حقيقي يعني آه. انا جالي وبعدين عنده غضروف كبير بدانا بالعلاج الحمد لله اتحسن دخلنا في البي ار بي اتحسن اكتر آه انا بقول له انت بالنسبه لبني ادم طبيعي عمره ما هيشتكي انما انت يعني بيزود نفسه جدا في الحمل ده, ده, ده دي اشعه لعيب كوره لا دي يعني دي اشعه اه ثانيه مريض كان عنده آه ده يعني شايف الفقرات العنقيه على اليمين دي كلها ملخلخه دي كلها زوايا عظميه عدم ثبات الام في الرقبه جامد اللي على الشمال نفس القصه ومعاه غضروف عالي قوي واحد واثنين السهم الاخضر ده ده انزلاق غضروفي جنب الحبل الشوكي واحد اثنين قطني ده حبل شوكي المريض ده كان طبعا مرشح للجراحه ده عنده 52 سنه من اسيوط وعنده كان مشكلته المشي ما بعرفش يمشي خمس دقائق ويقعد في الطريق برضه هو خايف من الجراحه بدانا بالحق الحمد لله هي جلسه واحده خف 70% نمشي كويس جدا الكلام ده من سنه ومن ساعتها لغايه دلوقتي زي الفل <applause> آه دي حاله نمره اتنين دي سيده آه من الفيوم عندها 62 سنه عندها الام كانت آه بسبب دي القناه العصبيه لو حضرتك هتبص على اليمين هتلاقي العلامه الخضراء دي قناه عصبيه ضيقه العلامه الزرقاء قناه عصبيه واسعه بين الفرق بتاعي. اه طبعا باين يعني آه. بالظبط الضيق ده نتيجة الخشونة والزوايا العظمية من المفاصل. مه. فدي كانت عندها ألم في عرق النسف في الساق اليمنى تحسنت برضو الحمد لله 90% 90% و70 وكده دي أرقام من بق العيان. أنا يعني بقول له ادي نفسك رقم يقول لي. مه. فالحمد لله جلسة واحدة برضو تحسنت ما كملناش. مه. ده غضروف قطني اللي برضو العلامة الخضراء دي خارج ده أربعة خمسة وجاية على هتلاقي حتى على العصب الشمال شايف العصب الابيض ال اليمين اللي هي عليه النقط الحمراء أه. ده مخرج العصب أه. فحتة الغضروف السودا دي جايه قافله عليه ده عنده عرق النسا الم شديد جدا الم فيه. شديد جدا ده مريض برده عنده 55 سنه ومشكلته انه عنده الام عرق النسا في الناحيه اليمين مه. وكان مرشح لجراحه والحمد لله تحسن بعد حوالي ثلاث اربع جلسات مه. يعني وصلنا لنتائج 70 80% الحقن الموضعي هنا في يعني في اماكن بقى عضلات بتحتاج لحقن مباشر فيها صح, صح كده؟ صحيح اه وخصوصا انه في ناس دلوقتي بقت عندها شكوى عضليه كبيره قوي بص تلاقي خصوصا اللي بيتمرنوا في الجيم ستات البيوت آه البنات عادتهم الغلط تلاقي حته في الرقبه دي بتموت اه صحيح وبعدين طبعا تعرف في ناس في دلوقتي عاملين بقى يقول لك عارف اللزقه عارفها اه الملونه ملونة دي اه دي والناس مبسوطه بي يعني الناس ملونه بتاعت الرياضه اه اه رب. يعني هم بيشوفوا على فكره اللزقه دي انا ما اعرفش ايه دورها ايه يعني انا ما اعتقدش هو هو زي ما قلت لحضرتك مخدر لا ما فيش حاجه طولت هتخف لوحدها يعني آه. عشان بس نبقى واضحين واللزقه دي مش تفرق مع ولا حاجه حاج خالص آه. هو بتقلل الالم زيه زي اي حاجه في الدنيا انما ما بتعالجش المنبع نفسه م. احنا اتفقنا الجسم الحالات المزمنه الالام المزمنه بيركنها في الارشيف مم. ما تطلعش من الارشيف تاني م. هتقعد طول عمرك في الارشيف مش هيطلعها تاني الا الالتهاب الحاد اللي <applause> بيحصل نتيجه المواد التحفيزيه اللي جوه الصفائح الدمويه تبدا تنبه الجسم ان الاصابه لسه حاصله يبدا يشتغل عليها يصلحها يرجعها زي الاول اذا المطور دار ما بيطفيش لما بيخلص بطريقه بسيطه مبسطه يعني بدون ما نخش في تفاصيل طبيه يعني <applause> آه فالفرق بين ده, ده حاجه اسمها ريجنريتيف <applause> ميديسن اللي هو الطب التجديدي سواء البي ار بي هو على راسهم أو حاجات تانية كان البروليساربيكشر فيها حاجات تانية كلها بتدور برضو المطور بس ده أحسنهم أحسنهم ليه ناتشورال من دم العيان من نفس الخلايا بتاعته كل واحد على فكرة بياخد سرعته برضو فالسن الكبير بيتأخر درجة الخشونة العنيفة نتايجها مش حلوة السن الصغير أحسن الرياضي أحسن اللي عايش في جو صحي أحسن يعني تقول لي مثلا أحسن شعوب بتعالجها او نتائج في الشعوب يمكن الدول اللي حوالينا اهل اليمن وليبيا والسعوديه عندهم جو حلو ما عندهمش تلوث طبيعتهم البدويه والصحراء دي خلي جسمهم سليم اكلهم متوازن فعنده جهاز المناعه سليم بيشتغل بسرعه حلوه قوي اللي عاش في منطقه تلوث عنيفه شامم اكل وشامم ريحه مش كويسه لا. شامم جو ملوث بياكل اكل كيماوي في كيماوي كل ده بيقفل حاجه اسمها الخلايا الجذعيه اللي هي مسؤوله عن التصليح <applause> هيا في سؤال لمخرجنا العبقري استاذ هلال السويدي بس هتسمعه على لسان مخرجنا الخارجي استاذ هاني عفيف <applause> تعالوا نشوف هاني هيقول ايه <applause> ألم أسفل الظهر الحاد ألم بيظهر يمكن بشكل مفاجئ وأحياناً بيكون ألم حاد وعنيف وبيوصفه المريض بشعور بحرق أو وغز سكاكين بتختلف شدته من معتدلة لحادة وقابلة للتغيير ألم أسفل الظهر بيحصل بعد القيام بنشاط مجهد أو صدمة معينة وممكن يحصل من غير سبب واضح الدراسات بتقول إن 80% من الناس بيتعرضوا لألم أسفل الظهر ولو لمرة واحدة على الأقل طول حياتهم فاللي بيرفعوا أوزان تقيلة واللي بيعملوا في يومياتهم حركات إنحنائية خاطئة واللي بيسوقوا الوقت طويل واللي بيستخدموا الدراجات النارية والمدخنين ومتعاطي الكحول والحوامل في الأشهر الأخيرة، وحتى اللي بيمروا بفترات توتر عاطفي أو نفسي، كل دول معرضين من غير حوادث واضحة للإصابة بألم الظهر الحاد. فإيه علاج ألم أسفل الظهر الحاد؟ وهل البي آر بي ليه دخل في علاجه؟ وإزاي نقي نفسنا منه؟ وإيه خطورة إهماله والاعتماد على المسكنات في مواجهته دون الرجوع للطبيب المختص؟ كل المخرجين كل الناس اللي بتشتغل في الميديا بيشتكوا من الم ظهر اسفل الظهر. آه. هو السؤال ده ليه؟ كل الزملاء المذيعين آه. كل مخرجين القناه بيشتكوا والمعدين صحيح بيشتكوا من الم اسفل الظهر يعني م. ليه؟ عاداتهم كل هم قاعدين معظم الوقت وتكيفات عاليه جدا. صحيح آه. آه هو بيسال على الالم الحد وحضرتك بتتكلم على الالام المزمنه م. فانا هجاوب على السؤال الحد ده الام الحد ده سيبه هيخف لوحده يعني انا بيجي لي واحد بيقول لي الالم لسه حاصل من اسبوعين جاي اخد بي ار بي بقول له لا حضرتك خد الروشته وروح وهتجي لي غالبا كويس مه. وبيجي كويس مه. فالحد ده غالبا احنا عايزين نوصله للحد هو دي مرحله التصليح مه. سيبه هيخف لوحده المزمن بقى هو ما عندوش امل انه يخف لوحده للاسف فلازم نرجعه للحد بالحقن بي ار بي آه ده لو الألم مضايقاه يعني ايه معطله شغله بيغيب عن الشغل كذا مرة في الشهر بدأ يتهدد يعني كان عندي مريض كان عنده تلاف عضلي المريض دوت كان تقريبا هيتفصل من شغله وقاعد كذا سنة في البيت ما بيخرجش بيقول لي حتى المناسبات ما بروحش أعملها لا عزا ولا الكلام ده الحمد لله دلوقتي بيدور على شغل تاني برضو ده من ضمن الحاجات المزعجة الحتة دي الحتة آه. دي مزعجة جدا جدا دي عضلة اسمها ترابيزيس آه. دي أكتر عضلة بتشيل إيدك طول ما أنت بتشيل في إيدك طول ما دي شغالة آه. تشيل تقيل دي تتمزق تلعب جيم جامد دي تتمزق آه. دي عضله مزعجه جدا وبتضرب تنميل في الايد بالكتف فظيعة، فظيعه آه. دي برضو بتتحقن بتتحقن الحقن احنا بناخد كذا طريقه في الحقن باعماق مختلفه ممكن نوصل للعضله الداخليه وفي عضله تحت عضله وممكن ناخد العصب اللي تحت الجلد آه. وممكن نوصل للمفصل جوه المفصل على حسب الاطوال اللي بنشتغل بيها آه. وعلى حسب احنا عايزين نوصل لايه آه في الاخر طبعا احنا بنشتغل حاجه اسمها ساعات سيجمنتال سيجمنتال يعني منطقه معينه بتتحقن بطريقه معينه بحيث تتفرش وكلهم يوصلوا للتركيز الداخلي للعضله ليها طبعا الحقن تركيزات معينه علشان ساعات الزياده في التركيز بيقلب بالعكس وساعات برضو التركيزات القليله ما بتديش النتائج الكويسه فكل واحد ليه المناطق بتاعته بالكميه بتاعته دي طبعا الانكل بالاربطه بتاعتها من اسوأ الاماكن كان خنقة العصب برضه من أحسن الحاجات اللي بتخف ما بقتش أعمل عمليات تسليك عصب دلوقتي بقالي كذا سنة بسبب كل الناس بتخف بالحق من يعتقد أنه يائس أو لا أمل آه. ده ألم مزمن بقاله سنين نقول له إيه؟ طبعًا إن شاء الله في أمل آه بس برضه أنا بقول للعيان مش هناخد آمال عنيفة علشان ما نخبطش في السقف كل واحد ليه الأمل بتاعه والمقدرة بتاعته يعني اللي عنده 70 80 سنه مش زي اللي عنده عشرين 30 سنه، اللي جاي في درجه خشونه خمسه مش زي الواحد واتنين، فكله برضه انما دايما في امل ان شاء الله. من اذا قدم اليه اي حد يقول له يلا قطة عمليات يلا نعمل عمليه، لا, لا لا طبعا ما فيش حاجه اسمها القرار السريع ده. قرار السريع ده ابدا وخصوصا في العمود الفقري ما عندناش طوارئ دي، يعني مش عايز داخل في غيبوبه ولا ورم في المخ لا لازم التاني لازم اديله له فرصته اذا استنفذ كله الفرص او في اعراض مخيفه هقول له وبرده ما فيش يلا بكره دي يعني اي حد يقول له كده يسيبه ويمشي يخد راي تاني وتالت ما فيش اصل كل واحد للاسف مش هيغير رايه فانت شوف حد تاني يقدر يفيدك بطريقه تانيه بس اذا كان الامر فعلا بي ار بي وعلم حديث ينبغي ان تفهموه جيدا العلم العلم الحديث في هذا المجال اعتقد انه فتوحاته هتبقى كبيره جدا في المستقبل القريب جدا والحاضر طبعا انت نورتني واسعدتني كان حوارا ممتعا كالعاده ضيف العزيز القيم العلمية الكبير الاستاذ الدكتور ايمن عنب كان ضيفي في الدكتور البي ار بي كيف يعمل هذا ما سنترككم معه ونذهب الى آه يعني نكمل الشاي بتاعنا مش كده ولا خلي بالكم من ظهركم واوعى من البتاعه الكبيره الكوره الكبيره دي اوعى منها خطر جدا 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 خلوه دايما بعد دكتور